أبو هشام عم بترجع سوق الغنم في سوريا. هذا بازار الفرجاليس، بازار إدلب الفرجاليس، الفرجاليس. هذا أبو حمزة، أبو حمزة الغالي. مرحبا أبو حمزة. السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم السبت 19/8/2022، نحن الآن بسوق الحلال في بلدة بشمارون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سوق الغنم وسوق الأبقار يا شباب، ما شاء الله تبارك الله. اليوم مثل ما أنتم شايفين السوق يعني أحسن من الأسبوع الماضي، أحسن من السبت الماضي إن شاء الله. الله يبعث الخير يا رب، الله يرزق الجميع. اذن العجات انباع عن لحم عند اخونا ابو علي، ابو زهير علي ابو زهير. العفو على راسي ابو زهير. ايش قد صار هذن ابو زهير؟ 1500 الوحده يعني. اي نعم، ثلاثتين. فاجاتني لانه بس اللحم اليوم ب 42. اللحم صار ب 42 اليوم. ايوه اي نعم. لك ما ب 42 بلا 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 شفت الان اول ما دخلت سالت. نعم، لانه سالناهم هذا لحم 37. لا وصل هذا متوسط الاوزان، احسن وزن انباع. الاكسترا جوز 40 42. هذا اللحم يعتبر تحت الوسط يا شباب، لحم الغنم هاي غنم كبيره. لا يا ابو علي ابو زهير، قلت لي خليك معي، يعني معك لا حج خالد، ترى من عندنا اسمه حج خالد الزوري نسبة لدير الزور، نفزع له بأي لحظة. والله شفت عند الدلالة أبو حسين. قد صارت هاي؟ العدد 15 راس، 15 خروف سرحيات. ايوه، خامية. اي نعم. ايش قد أسعارهم تقريبا؟ 1225. 1225 ودلالتين 12 ربع. 15 خروف سرحيات. سوق بشمارون عند ابو حسين. اي نعم. كويس السوق اليوم ابو حسين؟ في يعني هاي بضاعة جسر الشغور يا شباب، هاي بضاعة جسر الشغور الفطايمة التركية. دائما تلتقى بشمارون اكثر من غيره، لانه بشمارون قريبه على جسر الشغور، فاللي يجيب من جسر الشغور على بشمارون. الفطايمة التركية يعني مبينة سبحان الله، بزرتها تختلف عن الفطايمة العربية. شوف الشكل يعني ثوبها وشكلها كاملا يختلف. وهي يا شباب وصلنا على سوق البقر اليوم، يعني نصور لكم فيديو واحد، سوق الغنم سوق البقر ان شاء الله مع بعض. صرعتني هاي البضاعة اليوم يا شباب بسوق البقر أكثر من السوق الماضي، أكثر من سوق الخميس، ومبين إنه في حركة، يعني مبين السوق واضح إنه في حركة. اليوم يا شباب السوق بيه بضاعة من هالنوعية هي كثيرة، رجول استطلاعية. إن شاء الله تبارك الله، عندنا موجودات عند أخونا الدلال أبو عبيد. مثل ما أنتم شايفين يا شباب هاي البضاعة أكثر الموجودة بالسوق اليوم، الرجول الاستطلاعية. رجول صغار، عمارة يعني من السنة وتحت، يعني حتى أقل يعني. من بين 8 شهور ابو مريم صح؟ شلونك ابو محمد؟ تحياتي لك، الله يحفظك. شلون السوق اليوم؟ حياك الله يا ابو عدي، هلا بالشباب. الله يحفظك. شلون السوق اليوم؟ كان كويس. بقول ايش قد اسعار اللحم اليوم؟ لحم اللحم الطيب يعني ب 3 إلى ربع 3. ايه يعني من 3 دولار الى ربع. ايه دولارين و75 سنت.
اي نعم. العجول هاي اليوم كان اكثر البضاعه الموجوده بالسوق. بضاعه كثيره اسعارها من الى يعني ايش قد؟ يعني من 400 ل 250. نعم ما بين ال 250 و 400 دولار. على راسي والله يا ابو محمد الله يسعدك. يا ابو محمد يا علام شنو وضعنا هذا العجلات؟ عجول هذا عجول ها؟ شنو اسعارهن اليوم؟ والله ينطونا بين 300 دولار بين اثنين ها؟ باثنين باثنين 300 دولار بيتنا. اي نعم ضعيفات صغيره. يا ابو محمد بدر طالب 350 واني بثلاث وربع بياع الحين. اي نعم ندفع بين 150 دولار 150 دولار ضعيفات الشباب. هذا روماني مدفوني. اي نعم بندر هذا جنس روماني. سوق البقر اليوم كويس يا شباب مثل ما انتم شايفين بيع ومشتر والامور طيبه ما شاء الله. انا اخوي حمزه الغالي. شنو وضعها؟ هاي متشيره. اي نعم. الاصلي. اي نعم. ايش قد سنها؟ ايش قد سنها؟ عمرها شي 10 شهور. وسومتها؟ سومتها 450 دولار، الطول 400، اشترى ب 4 وربع. تنباع اي نعم. ما بين ال 400 وال 450. ينطون 400 دولار. اي نعم. اشترى ب 4 وربع الله يبارك له. وسط بضاعه وسط يا شباب. شوفت عندكم يا شباب اليوم اكثر الموجوده البضاعه الناعمه، الاحجام صغيره، العجول والحوليات صغار اكثر الموجوده هنا. والسوق بيبيع ومشترى الله يرزق الجميع، واللحم شوي طالع، لحم البقر شوي طالع. يعني الاوزان احسن الاوزان دولارين و75 سنت. نعم مثل ما انتم شايفين. مع انه يا شباب والله العلف رخيص، عفوا مع انه يا شباب والله العلف يعني ما نزل اسعاره، بالعكس يعني العلف غالي، بس السوق ما شاء الله متحرك، يعني في بيع وفي مشترى على الغلاء الموجود، في بيع وفي مشترى، يعني الناس تأملت خير. قلنا لكم سبحان الله، ذكرنا هاي الشغله من شهرين، يعني انه بس صار في ربيع ان شاء الله السوق يتحرك يعني باذن الله. الله يبعث الخير يا رب، الله يرزق الجميع. شوفت عينكم يا شباب اليوم السوق سوق لحم فقط، بس لحم يا شباب. لحد الان ما شفنا بقرة حليب، يعني مثلا تحليب 30 فوق ال 30 لحد الان ما شفنا، مع انه جلنا السوق كله درناه كله من اوله لاخره. البقر الموجود كله بقر يعني حليب عادي 15 وكذا، وعجول استطلاعيه وحوليات استطلاعيه ولحم. هنا ماذا اكثر الموجود اليوم بالسوق؟ شباب هاي عنز ما شاء الله تبارك الله، عنز بلدية والله ضرتها طيبة حيل، ضرتها كبيرة وسنها عنز، وإشار حاطة على أولاده، موجودة عند أخونا الدلال أبو علي مخلص ما شاء الله تبارك الله، سنها طيب والله، ضرتها طيبة وخشانتها زينة وشكلها زين وحاطة على أولاد. مدفوع بها 300 دولار الآن يا شباب، في رجال يعني دفع بها 300 دولار وما انباعت. هنا موجود عند اخونا ابو حسان ما شاء الله تبارك الله يا شباب، العنز كويسه والله، ضره وحجم، ولكن عنز يعني ما هي اول بطن ولا ثاني بطن، ثالث بطن او رابع بطن ابو حسان؟ اربع بطون. اربع بطون، رابع بطن. اي نعم اي نعم. عنز زينه والله، فاصله ب 5000 ابو حسان؟ 5000 ليره تركي او ابو غزال صغير يعني. اي نعم تحت ال 5000، الرجال مدفوع له الان 300 دولار يا شباب ومو باين. اي نعم عنز كويسة مجنوية والله، وضرتها زينة. هاي ضرتها يا شباب مثل ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله، ولسه مي والدة. ايش قد بدأوا تلدوا ابو حسان؟ والله بدها شغلت 20 دولار. اي نعم يعني اي نعم ضرتها زينة والله. ما شاء الله تبارك الله. هذا السوق اليوم يا شباب، يعني سوق الغنم اليوم بحركة. والله يبعث الخير. وهاي المعزة الوسطية يا شباب، هذنا موجودات معزة جبلية وسطية، موجودات عند أخونا الدلال مخلص أبو علي. أي نعم. وهذنا جداياهن يا شباب، هذن جداياهن ما شاء الله تبارك الله، هاي أولادهن. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جداية جبلية، هاي أسعارها اليوم رخيصة يا شباب. أسعارها رخيصة لأن حليبها أقل من حليب المعز البلدية بشوي. واحجامها صغيره، فيعني تكون باللحم يعني لما تبيع لحم ما توزن كثير يعني. المعز هاي ارخص من المعز البلدي بشويه شوي. اخوي ابو علي ايش قد اسعارنا ذنا؟ والله هذا اللي طالبين 2500. 2500 بالراس؟ اي نعم. شنو سنهن؟ فتى. اهم شيء انه ما بها رم يعني. لا. اي نعم. معز جبليه يا شباب. ندفع لكم شيء ابو علي اليوم شيء؟ لا والله. من؟ لسه ما نزلنا شيء.
مثل ما انتم شايفين يا شباب السوق يعني وين ما توجهت في بازارات في بيع وفي مشترى وين ما توجهت. سلام بالشباب يا ولد عجل ما عندك محرمه. نصور لكم يا شباب واحنا ماشيين شوفت عينكم بازارات وين ما توجهت ما شاء الله تبارك الله وين ما توجهت وين ما توجهت ما شاء الله ما شاء الله. شو الفطايم هاي يا شباب؟ السلام عليكم. الله يسلمك. هاي عندك؟ عندك الفطايم؟ عم تدفع بيها 700 ليرة؟ اي كويس. فطايم ورديات كويسات والله كويسات ابله كويسات. ايش قد فاصل صاحب؟ 900 شوي راعي 850 اي راعي لها راعي ما يحط 700 يلا مشان الواحد ترى السماحه مشان يتحرك السوق يصير بيع ومشترى يعني. يا حي الله الشباب هلا بكم الله يحفظك. شلونكم النور؟ بابا حمزه متغبي ورا الناس شلونك؟ يا هلا بك الله يحفظك. اليوم السوق كويس ان شاء الله. يلا يا رب يلا يا رب الله يرزق الجميع مع انه العلف غالي والله ما يعني الناس صابره رغم هالشيء والله. احنا طلبنا انه نقضي السوريين اي نعم ان شاء الله بس نقضي على الشعب السوري قولا واحدا. الله المستعان. اقول لك والله بيسوق والله لا بيسوق ولا بيشتري. هذا اللي يبيع ويشتري يقول بيسوق واللي ما يبيع. اليوم هاي قاعد اجيب 700 ورقه. اي نعم 700 ورقه هاي الفطيمه هاي. اي نعم هذول الثلاث نعم 21 نعم صحيح وراعين قاعد يطلب 25 نعم. وين السوق؟ المهم يعني اذا ال 25 ما يجي 200 احنا اهم شيء انه يصير بيع ومشترى يعني. بيع هذا كذا بالضبط ناقص الحق اي نعم هذه بس. اما تريد الواحد يريد يسوي سوق لحاله ما يصير. لا مو لحاله اي نعم شيء بنور الله يعني. اي نعم اذا تقول العلف غالي العلف غالي والله. سمع على موجب العلف هذول الثلاث ما يجي منهم العلف. هي خساره الموسم راح راحت خلاص خسرنا تبهدلنا خالصين. بس بلكي نقلع نرجع نقلع. الله كريم يلا يا الله امين الله ترجع علينا وعلينا. اي نعم امين الله. والله مثل ما قال ابو مازن لما قالوا شعير وبرعيس تذكرها. اي نعم الله يجزيكم خير يا شباب. حسب لي هي والبيضه ب 2000 شوف دعم اي والله وصلنا سوق اللحم قام نمشي اليوم صوركم واحنا ماشيين من الزحمه ومن كثر البضاعه من الحركه الله يرزق الناس. صحيح مثل ما ذكر اخونا يا شباب يعني البضاعه اليوم الناس متخسره يعني لكن الخساره هاي خلاص خساره الموسم اللي راح يعني. اي نعم فخلص الواحد انه بلش سوق جديد يعني الواحد يحاول انه يرجع يوقف على رجليه مو ضروري يعني الا نربح ونعوض خسائر الموسم اللي راح ما يتعوض خساره الموسم اللي راحت ما تتعوض الله يجبر عن الناس يا رب. وهاي احنا داخلين الان يا شباب على سوق اللحم عند خبان ولد ابراهيم الحسن هنا. الله يرزق الجميع ويعوض على الجميع. شلونه حسن؟ شو ابراهيم؟ ايش هذا خنجر هاي خنجر باب الحاره الله لا عداكم العيب لو عندك واحد بالالف نصب انا ما اصور عندك ولا اسالك الله يسعدك. ما بيبيع لا تصورنا. ايش قد الاسعار اليوم عندك؟ عفنا منو؟ حميد عفنا منو؟ 41.5 لل 37 اي نعم ما شاء الله تبارك الله. اي اي انباع انباع اي نعم انا شبعتك ايه ما بحكي ايوه اخذت ب 40.5 اي نعم ما شاء الله السوق كويس الحمد لله يا رب الله يجبر خسائر العباد. البضاعة تتنوف اي نعم يعني معك رزق بضاعة توب. المعبر اليوم ايش قد ابو ابراهيم؟ المعبر ب 36 اي نعم 35 36 نظيف 37 الله يجبر خسارة العباد مع انه سبحان الله اقول اني مع انه العلف غالي والسوق متحرك حتى سوق البقر متحرك يعني السبب شنو يعني؟ والله احنا ترى بينا محلي كله بين القصه اي والله ما في تصدير خالص اليوم مش مارون بكره بعد نهارين ياخذ عدانا ما أيوة. برد بكره ننزل على السوق نقلبها بين بعضنا أيه. الكره في ملعبك الحمد لله في الله يجزيكم الخير يا شباب الله يسلمك الله يسعدك يعني شوفت عينكم يا شباب هاي البضاعه الموجوده اليوم بالسوق الاسعار كويسه في بيع وفي مشترى ومثل ما ذكرنا لكم يعني رغم الغلاء الناس قامت تبيع وتشتري ومثل ما ذكر اخونا حسن انه مع انه البيع محلي يعني ما في تصدير ما في شيء قام يطلع لبرا بيع مشترى يعني ضمن المنطقه يعني ومع ذلك في حركه بالسوق فما بالك لو ترخص الاسعار شوي لو يصير يعني شويه يعني تسهيلات للمربين تسهيلات للتجار شويه تصدير يعني السوق الغنم اذا تحرك الناس كلها تتسبب وكلها تستفيد يعني اليوم البضايع اليوم بالسوق يا شباب كلها بلديه مثل ما ذكرنا لكم قبل سوق بشمارون بلدي
المعزة هاي أغلب البضاعة الموجودة. الشباب اللي يسألون بالتعليقات ليش ما قام تصور معزة توب، أغلب البضاعة الموجودة يعني هاي البضاعة الموجودة بالسوق أغلبها يعني. هاي عندك أبو راس أبو صبحي الله يحفظك، هاي موجودة عندك هاي البضاعة هاي. شنو وضع هالمعزة هاي؟ كان 20 يوم لا يولد حطيط يعني، معزة بلدية وسطية تحت الوسط خشانتها يعني صاغ سليم. اي نعم ما شاء الله 1800 الوحدة 1800. اي نعم ندفع لك شيء 1400 يعني ندفع بها فوق ال $100 بشوية يا شباب، فوق ال $100 بشوية. أحجام وسط صاغ سليم حطيط على أولاده، ضعيفة بضاعة ضعيفة ولكن كويسة. هاي أسعارها اليوم. الشباب اللي يقول لك بي بضاعة تصل إلى $350 إلى $400، لكن شنو يختلف الحكي يختلف. اليوم بيشي وسطي وبيشي كويس وبيشي توب. الله يجزيك الخير أخويا أبو صبحي على رأسي، الله يجزيكم الخير يا شباب تحياتي لكم. يعني هذا سوقنا يا شباب اليوم مثل ما أنتم شايفين، الحركة كويسة، غنم الحليب عم تنباع، الغنم المطافيل اللي وراها طليان وراها فطايم عم تنباع، اللحم ما يوقف ما شاء الله تبارك الله مثل ما أنتم شايفين. في حركة بالسوق اليوم، في حركة. الشيء اللي كان يتحصل من شهرين بنص قيمته ما عاد يتحصل اليوم، صاير في حركة شوي بالسوق. امبارح واحد من الشباب راسلني قال لي بدي نعجة وراها توم خرفان، اشتراها من شهر شهر ونص يمكن ب 2000 ليرة تركي، اليوم ما تحصل ب 2000 ليرة تركي. اليوم إذا تحصلها ب 2600 ليرة تركي ممتاز. السوق بلش يتحرك وبده يظل يتحرك، سوق اللحم بده يظل يتحرك باتجاه عيد الأضحى لحتى نوصل عيد الأضحى. عيد الأضحى يعتبر من ما تقول مرتفع، عم نمشي باتجاهه. بعد عيد الأضحى يبلش الانخفاض، وهذا هاي طبيعة الموسم. هيا الله الشباب يا هلا بكم الله يحفظكم. هذا سوقنا اليوم يا شباب، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد. دعمونا حتى نوصل 50,000 مشترك. أنا قلت لكم المرة الماضية 30 خيوة، بس يلا وصلنا 30، وصلنا 28,000 مشترك. تحياتي لك أخوي أبو حسام مغترب سوري مغترب في تركيا متابعنا، الله يجزيك الخير ما قصرت والله. يا ريت كل متابعينا يحذون حذوك الله يحفظك، يعني لو كل واحد من متابعينا يجيب لنا مشترك جديد وهو ما حد عنك. الله يسعدك يا عمي أبو محمد، تحياتي لك. رضيان عندنا ولا من انت رضيان؟ الله يحفظك ويبارك بعمرك يا عمي أبو محمد. البضاعة اليوم البضاعة تحت الوسط ما لها سوق، الواحد يشتري الشيء الطيب، الشيء العزيز ينباع عزيز. الله يسعدك. عموما يا شباب لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. تحياتي لكم أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.